زلزال ولا حاجة؟ ازاي؟ لا، الأوضة كلها كانت بتترج بيا. السرير كان بيتشال تحت بيا يا محمود. زلزال ايه يا بنتي؟ مفيش زلزال ولا حاجة. أنت حسيت بزلزال يا محمود؟ أبدا. إيه يا راوية؟ أنا قمت مخزوعة على صراخ. هاتي كوباية مية. يلا يلا حبيبي قوم نام. يلا حبيبي روح نام. خدي روح، خدي بقى مية، خدي بقى مية يا حبيبتي. إيه في إيه؟ يا أول ما حسيت يا أختي. لا مفيش حاجة، روحي نام. يلا 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 قومي رواية. يلا نفسي في شوية نسكافيه، أعمل لك معايا؟ طيب يا أختي اتكلموا عربي. المهنوبنا من غربتنا اللي عوجت ضبتنا. راوية هتعمل لنا قهوة، ما تيجي تقعدي معانا. لا يا حبيبي انا داخلة نام، انا ورايا شغل بكرة متلبس. تصبح على خير يا حبيبي. وانت من اهله يا روح. بقول ايه، ما تسيبك من حكاية الناس كافيه دي. اظن ما هتقولي لي هتنشري في الحمام. طب هعمل ايه يعني؟ نزلات الحمام مش مكفيه. ما هو مش معقول كل يوم بتستحموا وتغيروا. ارحموا روحكم، على ايامنا كانت كل حاجه بالقانون. ما هو البيت زنقه يا نينا. انا عارفه انه زنقه، انا مش عارفه محمود معصلك ليه في حكايه البيع. بقى في ذمتك لو اشترينا شقتين كده حلوين مبحبحين وقبينا على على وش الدنيا. روحك واحده من اجر الثانيه، وهو قلبها يعيشنا مرتاحين.
قولي له يا راويه. او النبي كلميه يا راويه. كفايه غلب بقى، نفسي نعيش في شقه حلوه اعزم فيها اصحابي ونجيب فيديو يا ماما. فيديو ونشوف مين. يا ساتر يا ساتر. اهلا يا ورد. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلوا. اتفضل يا استاذ. اتفضل 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 يا استاذ. اديني جبت لك سالم بيه لحد عندي علشان بقاش عندي اي حكه. حاجه ساعة يا راويه. يا هانم، انا مش عارف اذا كان قراني قال لكم ولا لا، ان انا بشتغل في شركه كبيره للمقاولات والانشاءات، نبني ونبيع شقق لوكس في احسن اماكن في البلد. اتفضل. راويه مرتبني. طب ليه بقى حضرتك عايز بيت قديم في حي متواضع زي ده ما دام عندك شقق لوكس في احسن اماكن في البلد؟ يا بنتي انا راجل كبير وعجوز وما بقتش حمل العمارات الجديده، انا دقه قديمه. وبعدين بصراحه بقى انا مرتبط عاطفيا بالحته دي، اهلي زمان كانوا عايشين هنا، انا قضيت كل طفولتي في الحواري دي، انا كان ليا في كل زقاق ذكريات، وياما ياما جريت ورا عربيات الرش. سالم بيه هيدفع 50,000 جنيه مقدم، يعني تمن اجعص شقه على النيل، هيو 50,000 التانيه بعد الاجراءات. هو صحيح ابن حضرتك بيدور على شقه؟ ايوه، بس مين يقدر يدفع الخلوات والمقدمات والاسعار اللي بيطلبوها اليومين دول؟ لا لا لا، ما يكونش عندك هم ابدا، انا مستعد اجيب له شقه تشطيب لوكس وحمام امريكاني وبسعر مخصوص وبالتقسيط المريح كمان. انا اوعدك يا هانم ان اجيب له تسهيلات ما تخطرش على باله ابدا. صحيح. وتبقى بكام الشقه دي؟ لا لا لا، ما تشيليش هم ابدا، دي حاجه بسيطه، دي شركه استثماريه ضخمه ما يضرهاش انها تدي استثناء خاص لواحد زي الاستاذ محمود، ثم ان احنا جيران. طب وتبقى فين الشقه دي؟ في كومبلكس فاخر في طريق المعادي، وفي غيره في مصر الجديده، وغيره وغيره وغيره. الله، المعادي دي تبقى حلوه قوي يا راويه. وحياتك، وعلى النيل مباشره، وهنبني تحت العماره سينما درجه اولى والسوبر ماركت ومغسل آلي، ده غير بقى الباتيسيريل السويسري اللي يهبل، وبوتيكات، وهنعمل حديقه للاطفال تجنن وتلك سدوي. طب مفيش مقدم ولا خلو؟ لا 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 لا، بعدين بعدين. سالم بيه دايما كده، يحب كل حاجه اوام اوام. لا، مش ناخد راي محمود الاول، نشوف اذا كان مستعد ولا لا. يا هانم، من الناحيه دي ما يكونش عندك فكر خالص، تعجبه الشقه بس والحاجات التانيه دي بعدين. طيب بعد اذنك بقى. الكونترات جاهز معايا وانا تحت امر محمود بيه. بس يا ريت تسرعوا قبل الشقه ما تضيع، دي فرصه مش هتتعوض. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا سلمي. اتفضل يا بيه. مع السلامه. السلام عليكم. اتفضل. استني بس يا امي، بصراحة الشقة حلوة وكل حاجة. تجنن يا محمود، ناخدها والنبي عشان خاطري. او النبي يا ابي. انا ما عنديش مانع، بس بيع البيت لا، بيع بيت ابويا مستحيل. غابة من الاسمنت دي. ناطحة السحاب يا ابي. يا حبيبتي وينطحوا ليه؟ ما يروحوا يعمروا الصحراء احسن. من يوم ما مات اتقطعنا عن الدنيا، لا بقى حد بيسأل فينا ولا احنا بنسأل على حد. الله يرحمه كمالي علي حياتي، وكان حايش عننا ولاد الحرام. دلوقتي اللي يسعى واللي ما يسعوش بيتحكم فينا. ما تقوليش كده يا نينا،
احنا طول عمرنا هنفضل جنب. وبعدين يا ستي البنات زي الامارات مالين عليك البيت، وبكره عيالهم يروكي. بنات والنبي تسكتي يا راويه، دول يكفروا بلد. واحده طالعه فيها ومحدش قادر يكلمها، والتانيه معلقه لي صور الواد المغني اللي معرفش اسمه ايه، بكره تتجوز ويصفصف عليا البيت انا وفاتن. والله فاتن دي بنت عظيمه وقلبها زي الفل. الا قولي لي بقى، انت سميتوها فاتن على اسم مين؟ اصل المرحوم كان غاوي سينما، الله يرحمه ويحسن اليه، كان راجل عظيم.